خاليه، لدرجه ان يعني طنطا الشوط الثاني مش طمعت شويه، ولكن ابتدت تمسك كوره شويه، بتحاول تروح للنادي الاهلي شويه. احنا كان عندنا مساحات كتير جدا نلعب فيها، خصوصا ناحيه علي معلول. ممكن فعلا زي ما قال الكابتن محمد يوسف النهارده، علي معلول عمل شغل جامد جدا من ناحيه الشمال، ولكن التمركز كان من عندنا يعني برضو في بعض الاخطاء خصوصا في الناحيه الهجوميه، ولكن مساحات كبيره قوي، ويمكن تاني او ثالث ماتش على التوالي. الشوط الاول والشوط الثاني كان في مساحات كتيره في اماكن مهمه في الملعب. صح. الاماكن دي الاطراف ناحيه علي وناحيه هاني، برضو الشوط الاول جات له كورتين في اماكن كويسه. النقطه بتاعت رقم 10 نقطه مهمه جدا جدا جدا. والشوط الثاني حتى لما قفشه نزل كان في تضارب في المهام، بمعنى رقم 10 ده لازم يكون هو المسيطر على الملعب، بمعنى ان رقم 10 هو اللي بيقدر يخلق لنفسه اماكن جوه الملعب، ان هو يبقى هو اللي بيدير المباراه. الشوط الثاني كهربا شخصيته طاغت على شخصيه قفشه، ان كهربا على طول تحت قفشه، بقى الاثنين في تضارب بينهم. بدل ما قفشه هو اللي يصنع اللعب الكهربا الاسرع، اللي هو ممكن يعمل دبل باص وياخد كره في مساحه، بقى كهربا هو اللي بينزل وبيعمل كور مع قفشه، اللي هو المفروض ان قفشه هو اللي يشتغل معاه، يبقى في بيعكسوا الدور ده. صحيح. الدور ده ممكن يكون مش مترتب، ولكن هو جه كده، ولكن ده دور ان لازم حد جوه الملعب يبقى مسيطر. ايوه. بعيد عن المدرب. ايوه. المدرب طبعا المفروض يبقى من بره في حاجات زي دي، ان انت لازم اللعيبه الاسرع يبقى قريب من المنطقه ال 30 40 متر اللي قدام، بالذات الناس اللي تحت راس الحربه. طالما عندي رقم 10 او عندي رقم لعيب من الاثنين الارتكاز بيعرف بصير كويس، مش لازم حد يجي تاني. طب انا ليه بلعب باثنين راس حربه طالما في بنزل النازله دي كلها؟ أيوة. الوينج كمان هينزل معايا. انا لما استغنيت عن 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 جونيور بين شوطين وقفشه نزل، ما اداكش برده الشكل اللي هو ادى شكل، يعني ادى مكان كويس في الملعب. ايوه. وبقى في زياده ان الكره بتقف سنه صغيره في جزء من اماكن الملعب، ولكن بقى في تضارب، بقى قفشه هو اللي قدام اللي فوق، هو اللي تحت بادجي، وكهربا هو اللي بينزل تحت. أيوة. يعني لو جبت فيه كذا كوره الكهربا، حوالي 6 أو 7 كور كهربا بينزل يحضر تحت. مزبوط. وده مش دوره، ده مش دور كهربا. وانا شايف ان ميزه كهربا في الثلث الاخير، كهربا من اميز اللعيبه اللي في مصر في الثلث الاخير، اذا كان واحد على واحد، او اذا كان حاجات فيها دبل باص، او اذا كان حاجات في ظهر الديفنس، من اللعيبه المميزه جدا. صح. ومهم جدا ان يكون عندي اللعيبه بتاعتي، يبقى انا عارف المهام بتاعتهم ايه، وانا عارف ان احسن اماكن بيادوا فيها ايه. دي حاجه مهمه جدا، زي المساكين ممكن يبقى عندك واحد لعيب كويس جدا بس ما بيعرفش يلعب ناحيه اليمين مثلا، فهي دي برده تضارب. يعني ممكن تقول لك ما هو مكانه في تحت راس الحربه، بس ما بيأديش المهمه اللي انت عايزها. الوظيفه اللي انت عايزها ايه؟ انا الراجل رقم 10 هو اللي بيمسك الكوره، بيعمل الحاجات القطريه او الحاجات البينيه للعيبه، الناس اللي قدامه السريعه. المدرب يقوم يتكلم؟ ما انا قلت الاثنين، انا قلت لازم من جوه الملعب، لازم من جوه الملعب. من جوه الملعب، ما انت قلت كهربا فرض شخصيته على محمد مجدي. بالظبط. ولو دي الطبيعه عادل اللي انت حاجه ثانيه قلتها ايه؟ المدير الفني هو اكيد اتكلم. ما هو الاثنين بقى، هما الاثنين لازم اللعيب يبقى ليه دور، ان هو اللي يقود ده. كويس. وجزء من برضه ممكن يكون في توجيه من بره الملعب، ممكن يكون دلوقتي التوجيه قليل عشان مثلا سايب اللعيب، عايز اللعيبه تلعب باريحيه شويه، عايز اللعيبه تطلع احسن حاجه عندها، وارد ده، وارد. ومدارس خد بالك، في مدرب بيبقى يشوف الغلطه في وقتها بيتكلم فيها. أيوة. ومدرب تاني يقول لك لا، ادخل اوضه اللبس اتكلم. أيوة. في الغلطه زي ما انا عايز. أيوة. دي مدارس. أيوة. تانيه خالص من التدريب. أيوة. وفي واحد تاني يقول لك ما اديش تعليمات والمباراه شغاله كتير عشان ما اخدش من تركيز اللاعب، او ان انا ما اخرجوش بره تركيزه. كويس. كلها مدارس. كويس. وكل واحد عارف لعيبته، وكل واحد عنده شخصيه يقدر يوصل بيها المعلومه اللي هو عايزها. كويس. بس فدي نقطه. ماشي. من النقط المهمه جدا. ماشي. كويس. وانت اتكلمت على حته محمد مجدي قفشه وكابتن علاء ميهوب اتكلم عليها قبل كده، وقال برضو حته التضارب بين الكهرباء ومحمد مجدي قفشه اللي انت قلتها، يمكن دي شفناها في الاخر شويه، يعني اخر ربع ساعه مثلا كان كهرباء بيسقط كتير جدا لحد نص الملعب. ولكن اللي عايز اتكلم فيه ان في اوقات كتير جدا من المباراه بتلاقي النادي الاهلي رتمه عالي لمده مثلا دقيقه او دقيقتين وينزل تاني. لا، بينزل ايه بقى؟ ده بينزل مثلا ممكن نقعد 10 دقائق او ربع ساعه، الريتم نزل جامد. ما دي ليها علاقه، لازم. نعم. في لعيبه استمراريه، وقعد اتكلم فيها. في لعيبه لازم جوه الملعب هي اللي بتدير ده. دي شخصيه لاعب، مش بتاعت مدرب، مع احترامي يعني. وما ينفعش يبقى النادي الاهلي لازم يكون في حد جوه الملعب بيدير.
لازم طول الوقت واحد بيحمس اللعيبه. قائد قصدك؟ قائد، واحد هو اللي بيحمس اللعيبه، ده دور. دور تاني ان هو يشتغل بالكوره. مين اللي بيعمل كده في النادي الاهلي دلوقتي؟ الشناوي. وما ينفعش الشناوي يبقى اخر واحد في الملعب، هو اللي يوجه الناس بعيد مسافه كبير جدا. لازم كمان ممكن يكون في توجيه بالكوره. خد بالك، في لعيبه، في لعيبه، اللعيب بالذات لعيب صانع اللعب، صانع اللعب ده بيمسك الكوره بيجبرك انك تجري. انت هتجري، انت لازم تجري. لو وهو اللي بيحدد ساعتها، في كذا اوبشن قدامه في الملعب بيشتغل عليه. لكن لو انت ما قدرتش، لو انت ما قدرتش كلاعب رقم 10 انك تفرض ده، لعيب رقم 10 ده اهم واحد، هو اللي بيفرض ريتم المباراه كلها. حتى لو الفريق عايز تهاجم وهو شايف ان الفريق ما ينفعش تهاجم دلوقتي، لا يوقف اللعب، يعطل اللعب. في حاجات هو اللي بيديرها جوه الملعب. ودي زي ما اتفقنا، لو مش موجوده او احنا مش عارفين نخلقها، ممكن بتيجي برده من الخطوط بره. فدي نقطه محتاجه وقت. وبرده خلينا برده نتكلم في حته مهمه، ان في اللعيبه، في جزء من اللعيبه ما وصلوش للتوب فورم بتاعهم. صحيح. وانت لو ما توصلش للتوب فورم بتاعك بتبقى مركز مع نفسك بس. اللعيب القائد لو هو اقل واحد في الملعب فنيا، بس بيعرف يوجه ما عندوش مشكله، بيعوض الجزء بتاع ان هو غير موفق بتوجيهه. ودي خلي بالك عن موجوده احسن غالي قبل كده. أيوة عندي لعيبه كتير لسه، ولا هي عامه بتبقى ملكه يا عادل؟ ملك طبعًا. ما انا قصدي كده طبعا. يعني هي ملكه في البني ادم، البني ادم نفسه في يعني في واحد بيلعب ما بيتكلمش. صح. زي ما كان عادل بيتكلم، هو مؤثر بس ما بيتكلمش. حسام عاشور مثلا، بس لا حسام ما كانش، حسام كان مدافع لو يقطع يتكلم، بس ما كانش بيتكلم. لكن كان بيعمل المهمه بتاعته اللي هي يا دوب بيعملها. بالزبط. انت بتتكلم على واحد ايمن مؤثر، كان بيتكلم عليه عادي دلوقتي اللي هو في نص الملعب، ده الراجل المؤثر في فرقتك في كل حاجه. أي. في الشكل، في الاداء، في كل حاجه. بس لازم صوته ده يتسمع للناس كلها. صحيح. يعني ممكن يكون بيتكلم، يعني انا بقول لك ممكن يكون بيتكلم كمان اكتر ما هو بيلعب وكده، لكن أي. كلامه وجوده انا دايما بقول ايه، مدير فني موجود في الملعب. أي. هو ده مش موجود يا كابتن علاء. ما انا بقول لك هاني، ما انا بقول مش لا اصل انا لسه هقول لعادل حاجه، كنت عايز اقول له طب هو مين عندنا في الملكه دي؟ هو كابتن الشناوي. لا، في لعيبه كتير ممكن تعمل ده. في خد بالك برده حاليا حاليا في لعيبه كتير في الملعب تقدر تعمل. مين يعني؟ رامي ربيعه يعملها، سوليا ممكن يعمل ده. لا، سوليا يعملها، سوليا هادي جدا. وليد لا. طب وليد لو بدا يعني في حاجات الوحيد اللي عشان دايما بنحرق كده اللي ممكن يتكلم في الحاجات دي، وليد سليمان. وليد مش موجود. وليد الوحيد اللي لما بيبقى جوه الملعب بتعرف ان في حد، في حاجه، شخصية مسيطره على حاجه. في حاجه كابتن علاء، معلش، ودي مش سهله. دي بتاخد وقت كبير جدا. أي. مع الفرقه. يعني وليد ممكن يوصل لك ان هو حته الروح يا كابتن ايمن، او حته الحميه دي من غير ما يزعق بمجهوده في الملعب. أيوه. يعني بالتحاماته، باصراره ان هو مثلا يعني زي جول، مش عارف جول الماتش اللي قبل اللي فات، أيوه، اللي زحلق فيه وخدها. الحاجات دي بتجبر اللعيب اللي جنبك. بص يعني احنا فتحنا مناقشه ليه وقعدنا نتكلم فيها طبعا، يعني مهمه يا كابتن، حاجه مهمه جدا. لا انت مش في حال مباراه النهارده. انت بتبص على النهارده، بص على اللي جاي. النهارده الموضوع منتهي، الدوري ده منتهي من زمان. انت دايما بتبص للي جاي، اللي جاي دايما اصعب، وانت عايز توصل لمرحله تبقى انت الاحسن في كل حاجه. يعني النهارده يكفي النهارده موضوع رامي، ربنا يستر على حته اصابته دي، ان هو بعد عنك كده كمان على افريقيا، فدي برده اصابه مؤثره النهارده. يعني اسوء حاجه في المباراه النهارده اصابه رامي طبعا، لكن في حاجات كويسه كتير قوي كويسه. صح. يعني كهربا بدا يلعب والشحات نزل، لكن احنا دايما حتى ما بنتكلم الاسلوب، حتى مش اسلوب نقد كشخص او بني ادم، دايما بنوصل. يعني عادل بيتكلم في نقطه مهمه جدا، يوسف بيتكلم في نقطه مهمه، انت بتتكلم وايمن، احنا بنتكلم دايما، احنا عايزين دايما النادي الاهلي. صح. في الشكل الصح، في الشكل الحلو قوي، عشان لما تخش في المباريات الصعبه او بقى التوقيتات الصعبه يبقى انت ما عندكش مشكله. صح. انت جنب، انت قدام اي تحدي ما عندكش مشكله. ما انت خلي بالك كابتن علاء، انت بتتكلم على التوقيتات الصعبه دي كمان 20 يوم. ما انا بقول لك يا ايمن، هو كل الفرق يا ايمن يعني في الدوري او حتى في افريقيا هي عامله حساب ليك مليون في الميه. طبعا. فانت عشان احنا دايما بنتكلم انت عايز توصل لاحسن حاله ليها في النادي الاهلي. عشان كده مش مهم ماتشات الدوري، ممكن تغلط حاجات دي يعني تعدي، لكن احنا عايزين دايما الحاجه الاحسن بعيد عن حته انت بتنقد او ما بتنقدش خالص. لا احنا عايزين يعني نوصل لماتش الوداد واحنا في احسن حاله. انت عايز توصل للفورمه اللي انت بتتمناها، اللي احنا كلنا كده قاعدين بنتمنى، كل واحد بيتخيل النادي الاهلي في الشكل اللي هو عايزه. وخلي بالك الجمهور عايز كده برضه. طبعا اكيد. ما انت يا ايمن كل المباريات دي وبنتكلم في الاستوديو هنا، الجمهور بيتخيل الشكل عايزك لما توصل لمباراه الوداد، ما انت في احسن حاله. صح. حاله بدنيه ما فيهاش مشكله، ويوسف اتكلم عليها طبعا هايل، ما فيش مشكله الحاله بدنيه. مزبوط. حاله فنيه، حاله الفريق كله كجمعيه، حالتك الفرديه، ما هي دي كلها، هي دي كلها المباراه. مزبوط. جمعيه وفرديه، وانت حالتك عامله ازاي وبتوصل لمباراه مهمه اللي الناس كلها مستنياها، انت وصلت لايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله، توصل مباراه الوداد ان شاء الله يا رب على خير.
في احسن حاله بدنيه وفنيه ليك انت ومعنويا كمان. طبعا معنويا. كابتن هاني شفنا زي ما قلنا